هل يجوز السلام على المقبرة إذا كان على السيارة أو على غير ذلك؟ نعم، يعني هل المار في المقبرة يسلم أو لا؟ إن كانت المقبرة مكشوفة ليس عليها جدار فلا بأس أن تسلم، وإن كانت مستورة بجدار فلا تسلم، لأنه لا معنى لذلك، إذ أن المار بالسوق وبينه وبين القبور جدار كالذي في بيته ولا فرق. لهذا نقول إن مررت بمقبرة مكشوفة فلا بأس أن تسلم، وإن مررت بمقبرة مسورة فلا تسلم. ولهذا لولا أن الشهداء في أحد قد فتح، يعني فتحت منافذ في الباب، الباب أظنه مشبك، يقف الإنسان فيه ويشاهد القبور، لقلنا لا تسلم عليه لأنهم محجوبون عنك، والسلام عليه على المقبرة وبينك وبين أجدار كالسلام عليهم لو كنت في بيتك، ولا أحد يقول قف في بيتك وسلم على أهل المقابر. نعم.